راحت الدارين بالخدمة الحسينية، راحت الدارين بالخدمة الحسينية، لأهل الصدور الطاهرة تحملني يا عشير بالخدمة راحت الدارين بالخدمة الحسين شمل راحت الدارين بالخدمة لأهل الصدور الطاهرة لأهل الصدور الطاهرة لتحملني يا عاشين بالخدمة احنا احنا يا هالكثرة ذنوبك احنا يا هالكثرة ذنوبك وانت متحير بأمرك اخدم بما تم امامك لو رديت للرحمة مسلك وانت بالتابين تخدم تسمع الهاتف بشرك لو الك قوة ذاكرة بنور العقيدة منورة وللخنب عندك مقدرة وباللطم وسمت صدرك هاي الوسامات لجهنم تطفيها هاي الوسامات لجهنم تطفيها وتصير نور بمعجزة برهان لحسين بالخدمة راحت الدارين بالخدمة الدار من لأهل الصدور الطاهرة لأهل الصدور التحملني يا عاشي هلا بيك من إلى الشاعر الأديب الحاج مهدي الأموي كربلاي يا الذي عندك عقيدة ثابتة وحرة شريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة ما إلك غير الشفاعة وبيها آمالك ضعيفة صف العمل لا تخالطه ويحشي قوي رابطه أكرم الوادم بالعطاء وما يرد مايوس ضيفه وما يرد مايوس ضيفه لليخدم حسين باب الجنه مفتوحه لليخدم حسين باب الجنه مفتوحه وهناك غفران الذنب عن المذنبين بين بالخدمه يا راحه الدار لأهل الصدور الطاهرة تحملني يا والذي عندك عقيدة ثابتة وحرة شريفة وتعلم الميزان حق وكفة أعمالك خفيفة ما إلك غير الشفاعة وبها مالك ضعيفة صف العمل لا
خالطه ويحشي مقول رابطه اكرم الوادم بالعطه وما يرد ما يوصفه لن يخدم حسين باب الجنه مفتوحه لن يخدم حسين باب الجنة مفتوحة وهناك غفران الذنب عن المذنبين لأهل الصدور لأهل الصدور الطاح التحمل نياشين